بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ماشي، وحنا كقول قلينا مركب مقردي أفرادا كقول قلينا جزء التطبات حنا كقول قلينا سورة ده عم كجرنا سورة الأنعام سورة ده سنقول حجرنا وله إلهي وها أصغ نادي ما شاي كستا أصغ نادي ما بس كان دقي في الليل همين كتحديثة إي والنهار ما أنت تحديث دقات وهو إلهي نأس سميع اللي هي مغلى واي عدد كودة العليم يكون علم بدن وحا يقرسنا قل وحاتر هذا أغير الله إلهي غير كي سميعا أتخذ كي سميستا وليا ولي كسميستا سورة قل ما معنى الله سوف فاطر السماوات عرك أبو ري والأرض نرك أبو ري وهو إلهين يدعم وإرزاق السقى إرزاقه ولا يدعم لمن إرزاقات ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يدعمون ما مدد قل وحاتر هذا إني أنيقى أمرت وحالي فري أن أكون إن أنا هذا أول من كي أهري أسلام أو إلهي سودي واحد أو كان سمع يعني من هذه الأمة لك الله ولا تكون أنها أهاننا لي فري من المشركين المشركين تمت كمنا أهاننا لي فري واحد قل وحاتر هذا إني أنا أخاف وحن كعب سنة إن عصيت ربي ربي غي هدان عاصي عذاب يوم ما لن عذاب كي إذا كعب سنة يوم كو عديم الإيوين من يصرف قفك لغل ليحيو عنه عذاب حقيس لغل ليحيو يوم إذ المالين تاسنا فقد حقيقي الرحمة إلهي هو الشخص قواه نحريستي وذلك كاس وصرف غانا الفوز لمن كواي فوز قوى المبين العدد وإن يمسسك الله إلهي هدوك قطابتو بالضر ضر أو قطابتو فلا كاشفه مستويدي كرا له ضر كاسي مجريات ذكرك كتابتي أو إلهي أو كتابتي عد كافي ذكرت عام جرتها إلا هو أسرع ماين إلهي ما عد كلو حكا في ذكرت عام جرت وأي مسك هذوك تا كتابته بخير خير أو كتابتنا فهو إلهي على كل شيء شيء كست كل جيس قدير عليه أبو دوا وهو إلهي وهو إلهين القاهر ومتك أتكاري فوق عباده أدوم ديسا ككر أو كأتكارات وهذا فوقية ده يعني وحالة وده تليق بجلاله إلهي أسيق مدعو انتم توا إلهي اللهم نسبه مكانته وهو إلهينا الحكيم اللي فلسو بمواي الخبير وعبادك أدو مديس الله صعد وقاد قل وحاتر هذا أي شيء شيء أكبر وين بدن شهادة من شهادة حق مرقاتك عاد رسالة ده عنك تيدا ولا مرقاتك عاد إلهي يدوك مرقاتك عاد وحا إلهي كسيوين ومرقاتي أكربتين حيينوها قل وحاتر هذا الله إلهي شهيد الله مرقا واي بيني وبينكم أنيقا يديك دحضانا واي دحضين أسا مرقا واي ووحي وحالي وحيودي إلي أنيقا انتكا هذا كان أهلي وحيودي داقو القرآن 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 كواي لأنذركم إنا إن يكو قدقو به قرآن كأهلي وحيود واي محالي وحيودي إنا إن يكو قدقو واي ومن روحنا أنو قدقو بلغ هو قرآن كأهلي وحيود أئنكم إذيك مياه أئنكم إذيك لا تشهدون مكام الغاتك عيسان أن مع الله إن إلهي معيقيس آلهة يا هادين آلهة أخرى أيك لتؤد قلوا حاتر هذا لا أشهد أني كام الغاتي فرما أنت أسؤد وما وجرت أنت أسؤد قلوا حاتر هذا إنما إنك رباهين هو إلهي إله إله وآي إله واحد نكالية وإنني أنيقنا بريء أنا بريء أنك أهي مما شيء حقيسا بريكاه شيء وتشركون على وداجه سعد إلهي وإحنا لو وداجه بل أن كاسس دارات الذين كوي
آتيناهم أن سيني الكتاب كتابك أن سيني يعرفونه نبي محمد عليه السلام ويقانا كما سيدي ويقانا يعرفون أبنائهم ويقانا سيدي الموت ويقانين وكل ويقانا الذين كو يخسروا خساري أنفسهم نفطوا خساري فهم أيقول لا يؤمنون مروا مي سنوات كو أسمروا مي سنوات ومن قف كي أظلمك ظلم بدن من من قف حقيسه من كو افترى أبورتي على الله إلهي دشيسه كديما بين أبورتي أو أمسك كذب بيني بآياتي إلهي آيات كيس بيني إنه شاني لا يفلح من ليبانو الظالمون الظالمين تم ليبانوات يا ظلمك وبدن ما تقف كاس قف إلهي بين كو أبو راي آياتك إلهي بيني هاي يا قف كاس كظلم بدن رات ويوم ما نحسوست نحشرهم ضدك أن سوكل مينينو جميعا رمان حاليهين ثم نقول مركز أنهينو للذين كوي وحولينا أشركوا شريك يلي أين حقي بي أهدين شركاؤكم شركين حقي أهدين الذين شركاء كنتم هذا جرتين تزعمون إن شيخ معنا أنهم شركاء الله هذا كوي أشريك جرتين إني إلهي شركاء ليين آوين هذا معناه أي قال فضيحي هذا ثم مركز كبعد لم تكن علي ما أهان فتنتهم عذر دار كود ما أهان إلا أن قالوا قولهم ديتان كود ما هنا يكو قولان والله أن كود أرتي ربنا ربنا ما كنا ما أهين مشركين ما أهين وابا إنكرايهم أنا مشركين ما أهين اللي هم انظر في ريال المركة كيف سيدي كذبوا على أنفسهم نفطوض أقو بين شيئان سيد نفطوض أقو بين شيئان بل في ريال المركة والله الله وحاكلهم عنهم أيها حقوا ما شيء أكلهم ما كانوا أهين يفطرون كو بين أبور توايد بين تي شيء جرين أبور جرين آبا كدومون ومنهم ضدك وحاكمين من روحا كميدا من كو يستمع إليك كو دقيستا وجعلنا وايالني على قلوب من قلوب طادنا أكنا تنتبه الله أيالني أن يفقهوا لألا يفقهوا قرآن كسي أيسن أفهم مات وجعلنا وحايالني في أذام دقهود وقرا عليس أيالني لألا يسمعوا سماع قبولون وإن يروا هذه أركان كل آية آيات رماتين لا يؤمنوا من رميان بها آيات من رميان حتى إذا جاءوك مركي كوي مدان يجادلونك حالي كل دودان يقول الذين كوي حليين كفروا قالوا بي إن هذا ما هذا كان ما أهان إلا أساطير أولين ومضي هو روح لك قرآن ماهين وحدتك هو رأي قرآن ماهين وحكى لاتهم ما دام القرآن كو قصوين كهر أو كشي كيا يحيرين وحدتك هو رأي قرآن ماهين معنا وحدتك هو رأي لك قرآن دادك أمرك هذا اللي ليه قرآن كإني سيفهمين هو دقهود علي سالي اللي وضد إلهي هو حقيقي إن بركليا بقلب جود هو صحقة كل عيات مركز على قد بولا وحب على قد بولا إلهي علم يسوع أربعة وهم كفار تيالي ينهون وحيك علنا ينهون وحيك علنا أن الناس ضدك عنه عن استماع القرآن إلى ده عم بلي إلى ده عنه نبقى على سلاح حقيس لواد لا بد وفرنده وهم كفار تيالي ينهون وحي كعيلها أن الناس ضدك عنه نبقى على حقيسة كعيلها وينؤون وحين كفوقين عنه نبقى حقيسة كفوقين أو وحي لي أنك أم بين آلواي دينتي أبي أشيس وخلافي أو عن جرنا دمي شيء وإن يهلكون ما يهلكون ما هلاجيها إلا أنفسهم نفجي القوضة ما هين وما يشعرون ما نظر إنسان إنت نفطو دي هكذا هلاجينا يعني هلاكو ما نظر إنسان ولو تريها هذا أركلان إذ وقت يا ليري وقفوا لدول استاجي على النار النار لدول استاجي أو فقالوا إيه دهي مركز يا لي إيه ده يعني معناها يا لي تناشى الله تنيني نردنا لعلينا أو ولا نكذب آنن بيني بآيات ربنا ربنا آيات كيسة أو نكون آهانينا من المؤمنين المؤمنين تكوه كميدة ساس مركي ده يعني أو نارتنا لدول جوجي معنا مركي نارتنا لدول جوجي حيلين يا ليتنا نرد هذا الجواب لودا سؤال حسيد نوع بلاغة كميدة معنا أنا أجيدك حوالي اللي يذهب العقل وهكبحه كل ما ذهب ممكن معناه ما يشاس وح قطرها كجرو مرك قف ولا بق وحو سليه هاي أو ممكن بقى إنه قصاد عنا لو تلاقى له والله رأيت أمرا فظيعا عمل أسوق دركته ولو ترى هذا أذكر هي دليل إذ وقت وقفوا لدول جوجي كالذي على النار النار لدول جوجي أو فقالوا إيه دهين مركز نارتي لدول استاجي معناه أو فقالوا إيه دهين يا ليتنا شلاتنا نردنا لعلينا أو ولا نكذب آنن بين آيات ربنا ربنا آيات كيسة
أو نكون أهانينا من المؤمنين أهانينا معنا، ولا نكذب مبينينا بآيات ربنا مبينينا أو نكون أهانينا من المؤمنين معنا. لو دي مركوا على حتى جوابتي هذا لرأيت أمرا فظيعا ما شغولت يوحي كل الله بيد السوق درك التأذو بل إسكما دافي بدأ وحا أم وغضي أو ظاهر لهم أيها ما شيء أو ظاهر كانوا إهاين يخفون قوة قرية من قبل رؤيتي انت اذا النهار تان اركن كهر وحي قري جنين اصوم موضوع اصوم صور ما معناه مركز هذا على يوم اما من قبل الاخره تقول الى الدنيا حق هذا ولو ردوها دي لعلي لهين لعادو وحي اهالهين لما لعادو ولو ردوها دي لعلي لهين لعادو ولا ولهين لما شيء حقيسي ولا ولهين نهول لقى عليا عنه شيء حقيسات وانهم ايقون لكاذبون بين عليا الوعد يعني لا هو اوجه هدي حتى العلش ايقا وركان يني انت الله يلا حتى العرش ولي وما يكي مدين وسيل لا بلا حيوان او بيني شيغو وقالوا وحيري هذين قال جل قال الله ان هي ما هي ما هان الا حياتنا نرشينا ما هين حياته الدنيا يا دينات وما نحن ان نغنى منهم بمبعثين بمبعوثين هو لا صوب حيات بعتي كين كلين اي ولو تراها دا اركلين اي وقت وقفوا لدول استاجي على ربي وربي قد كركيس قال ربي قمر كاس اويرا اليس هذا كان بعتك بالحق حق ما أهان المياه قالوا مكاسي حيلين بلا إسكوا دافنوا حقه وحق معنا وربنا أنك ربنا أنك دارنا قال إلهي مكاسي حوليه فذوقوا ددميه العذاب عذابك ددميه بما كنتم بسبب كونكم أهاشدين سوا كذا تكفرون على هدفك وقالوات كو كفري على هدف قد خسر الذين كويا خساري كذبوا بيني بلقاء الله إلهي لكل كيسي بيني وات. حتى إذا جاءهم مركي يؤتي مدالين اعتماده الساعة ساعدة اعتماده بغتة سكريسة قالوا وحيليهن يا حسرتنا شرائط ديني على ما فردنا على تفريدنا حد قدو كين ايكا شلايا معناها فيها ساعدة اتكو حد قدوني والحال هي نساس لين هم ايقو يحملون اي سيدان او سيارهما لدين بيالكود على ظهورهم لو رضوض ايكو سيدان على هو يساء ما شيء اباس لهذا يزرون اي سيدانات وح اي سيتاني حمارسين او دنبتوريا اباس لهذا وما الحياة نورشي ما هان الدنيا يدويري إلا لعيم عير ما هين إي والله ما ويلا ما هين ولا الدار دارتي دارتو على آخرة أيضا بيس أيا خير خير بدن للذين كوين وخير بدن يتقون إليه كبع عصايا أيا فلا تعقلون سو عقل من الهدين قد حقيقي نعلم وأبناي إنه شأني ليحزنك إنكم رجلناي الذي كي يقولون إليه فإنهم كفارتي لا يكذبونك كبيني ما يوان يعني وأجهن إن أن يعلمون أنك صادق أنا أحيي جرين محمد الأمين لي جرين ما هو هذا أرنت على تمني حيكو مركز حيكو قط الماما بيلوات زهلوات كذا تمر كاس إلى صبي أنا ولكن هاي أشياء الظالمين الظالمين تي يجحدون وحيدي دين بآيات الله جديدين ولقد حقيقة كذبت رسول أيال بيني رسوشهم من قبل كورتاء هذا فصبروا ويصبرين رسوشهم على ما كذبوا على تكذيبهم على تكذيبهم واد بين انت اللي بيني كصبر معنا وودوا على دبي حتى اتاهم الى اوغي ماذا نصرنا نصر غينا ولا مبدلة وح بدلي كرو لكلمات الله الى كلمات كيسنا موجود مهانات وح الى كلمات كيس بدل كلام جرام ولقد حقيقة جاءك وكوي مدي ماشي هدور اعرابك بناني ولقد هو وسوق دركته والقد جاءك فاعل كيد هو ده سوق ديك تاعك ولقد حقيقه جاءك هو اي الخبر وخبرك يا كويمن من نبأ المرسلين مرسلين تورك ده حال او كويمن عليك تاعك خبرك حضرتك انت انت زي ذكرك تحدى ولقد حقيقه جاءك وحا كويمن من نبأ المرسلين نبأ المرسلين كويمن لكن اعرابك سؤال غرون هو من تمركز زي ده لغا ديك شروطه لهد شروطه ده حكمه النفي كارمر ماشي ان هدي النفي لو لذلك مركحون غير إعرابك إعراب لقفي عيني وايد مركب ميت كهرباء وحق بسيسينا ولقد حقيقة جاءك هو أي الخبر وخبرك يكوي من نبأ المرسلين حالك من ذا خبرك وايد يعني نوع السلام وحال الله سمع تسليق وايد الله صبر سيا وإن كان شأن ودوية كبر إنه كوية عليك دش هذا إعراضهم سيجي شدود فإن استدعت هداد أبود أن تبتغي إن رئيسه نفقا ضلال نفقا في الأرض هذا أو سلما نمجر أنجره سلم كوف السماء هذا أو فتأتيهم أدولة مال بآية آيات ففعل سمي يعني إنه حاله غم وجنا
nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa aada ugu weyneed, aadna umuru gelihiisa macnaha in qof uu noqdo gaal uu noqdo. Nebiga calayhi salaam raalli kama ahayn, mana jeclayn, waana ka murugoohay arrintaas. Wuxuu aada u jeclaay dadku inay qaataan diinta islaamka, ay qaataan, ay islaamaan, ay hanuunsamaan, ay ummadiisu ay ahaato ummad loo naxariisto, ahlu janna ay ahaato. Saasuu aada u jeclaa, markuu ka murugaaya. Waxaa arkaysaa hadda ninkii yahuudiga ahay oo kale markuu xanuunsaday, nebiga calayhi salaam markuu soo booqanayo wuxuu dhahay qul laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah, dheh tawxiidku u laqin. Markuu ninkii dhahay nebiga calayhi salaam wuxuu yihi alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar, ujeedidu ilaahay uga mahadceliso. Marka arrintaasaa xoogaa nebiga calayhi salaam waxay ku haysay, haddii qof gaala uu gaalnimadiisa ku adkaysto nebiga calayhi salaam murugay gelihiisa, haddii qof soo islaamana oo islaamka qaataa nebiga calayhi salaam gelihiisa farxadii gelihiisa. Marka arrintaa marka waxaa la leeyahay, haddii saas xaalku arrintu saas ku weyn tahay, haddaad duleel dhulka ka helaysid ama jaranjaro cirka aa ku korta aada helaysid oo markaas aayada ayaga ku qasabtad ku hanuuniso aduu leebaa kartid, fafcal sameya macnaa. walow shaa allahu yaani ilaahay hadduu dooni lahaa la jamacahum wuxuu ku aruuri lahaa calaa lhuda hanuun, ilaahay mashaa'idiisan ku dhicno. ee falaa takuunanna ha kamid ahaane min aljaahiliina, ha kamid ahaane oo waxaan mashiica ilaahay ku dhicin ha raadinna macnaa. marka aayaddu waxay muujinaysaa nebiga jaceylka saa'idka ah oo addoommadiisa, addoommada yaan dhihina, nebiga calayhi salaam jaceylka uu qabay ummadiisa ay muujinaysaa, ummadiisa uu qabay muujinaysaa. إنما يستجيب الذين والله سبحانه وتعالى أعلم.